احب قصصه ودنا يعطينا قصه يعني. هو مره جاهز ابو صالح جاهزين. مبارك الله بالجميع. يا سلام. عندنا قصه اليوم. احنا نبي القصه ونبي ذبح الذبيحه يا ابو صالح. كل ابوها مستعدين عند الطيبين. ها؟ والصقار بعد هذا. عندنا عنوان يقول الصاحب ساحب. يا سلام يا سلام. بما يسحبك به. يا خير ابشر بالخير. اي نعم. ويا يكفي الله الشر. فيه رجال يقول الله عطاه الدنيا ودين وعطاه الله عيال وأكبر العائلة بنت الخاصة هذه يقول فلانة ما شفته ألطف منها وأحسن منها وعلومها طيبة. يقول جاء ابن عم له وخطب البنت. عندما خطبها يقول قال أبشر بالخير وقدامك تزوج وبارك لهم أنت يا أبو البنت وعينوا خير وصاروا بسعادة بحدود الله أعلم يمكن نص سنة وأقل شوي. يوم جاءك اليوم لو والله النسيب جاي. قال يا عمي أنت وفيت وعلومك طيبة وبنتك جاتني ستيرة وبها تروح ستيرة. يا رجال وش اللي صار وش اللي؟ قال وجه أبيض ستر وجمال وشرف وكل شيء. قال والله أنت علمني. يقول هالعم والله أنت علمني وش اللي بنتي. إنسان الوضع ينعالج عالجته. إنسان الأمر ما يعالج على أمر الله. قال أنا عالجت الأمر قبلك ولا أذكرها إلا بكل خير. يا رجال تعلمني. المهم أقسم عليها أبو البنت. المشكلة فيه هو يعني. إيه أقسم عليها أبو البنت. قال يا ابني لازم أنك تعلمني. قال والله بنتك شريفة وعلومها طيبة وكلامها كثير وتعلمني بعيوب الناس وأنا بلشان بعيوبي. شفتوا شلون؟ قال عندي البنت. يقول أنت يا العم عندي بنت يا بنت. سحب البنت وقال يا بنتي وش عندك؟ قالت والله ما عندي من صاحبين. قالت والله صاحب فلانة وفلانة كأنها بجامعة أو بثانوي الله أعلم تدرس البنت. وش علومه؟ قال والله علومهم زينة. حكت عن فلان والفلاينة وكل شيء وأنا استفدت وعلمها زوجي. قال هن ترفع الرأس ولا ما ترفع الرأس؟ قالت له والله مشاكل العالم. قال لا يا بنتي الصاحب ساحب. صاحب الناس اللي يدلونس على الخير أما اللي يدلونس على الشر تجنبيهم. تراه الطيب يسحبت إلى خير وإلى شرف وإلى سعادة وإلى عز يدوم دايم. لكن تعلمين زوجك بعيوب الناس هو بلشان بعيوبه. توكلي على الله يا بنتي ما لس حل عندي وزوجي تراه بيطلقت. لا لا يايبه والله أني تايب والله أني راجعة. المهم جاء الزوج وقال بنت أخيك تراها ما قصرت تقول ما تكلم جميع كلمة وبكفرها هذا المرة خلاص. قال والله عاد ما أدري عنها لكن مثل ما قال أخينا قال إن شاء الله أنا بكفلها أسبوع أسبوعين وشو؟ إي استمر وخذت والعود على ما أحني عليه. العود لمنه يبس على ما أحني عليه. إي المهم يوم أخذت لهم قامت تجيب عيوب الناس لزوجها. قال حنا غنيين عن الكلام ذا. يا أخواني ويا أخواتي الغاليات اللي يجتمعن بكلام الناس وعلى عيوبهم وعلى أعراضهم وعلى ترى ما يجوز. ترى يحطمك وبعدين يأخذ حسناتك وتقسم حسناتك هكا اليوم تاتي بالليل وانت مفلس ما عاد عندك شيء. فالإنسان يتجنب الشيء اللي ما يرضي رب العالمين. وبعدين ترى الصاحب ساحب. شوف الأكاديمي قدامك مثلا ما تعرف عنه شيء لكن هالرجل هذا من هم أصحابه؟ هل هم يرفعون الرأس؟ هل هم هل دين؟ مثل ما قيل المشاه وطاعة الله تقرأ معها وتنسى كل شيء. عز الله أنهم دين ودنيا يا أبو صالح. أقول شهادة أقول لك تبارك الله. أنا عجبني بعكازات هذا ياسب قري يجيل وحنا المتعافين. يا ما شاء الله تبارك الله هذه عزيمة. ويمكن يذكر الله يوم أنه يمشي وينسى كل أبوها. فيا أخواني الصاحب ترى ساحب. لا منك بقيت الصاحب. صاحب اللي يدلك على الخير وعلى اللي يسعدك. أما اللي يحط ذنوبك واللي يزود الذنوب وبعدين تقسم حسناتك وكل شيء. الغريب يا أخواني وين الغريب؟ أنك تمسي ما عندك وين ما عندك حسنات وبعدين يحطون بكرة عليك سيئات ما عملتها. هذه مصيبة تحملها. سرقة درقة كل شيء عملوها وبكرة يتخلصون منك يوم القيامة ويأخذون حسناتك وما زال مديون. هذا عليك دين لهم. طيب وش يعطونك؟
يضيفون من سيئاتهم عليك أمور ما حملتها ولا فعلتها. فيا أخواني الصاحب ساحب عليك بالطريق الصحيح، عليك بمصاحبة الناس اللي بهم خير اللي يعينونك، ما هو يهينك. حنا حالحين يمكن نبي نذبح لكم هذه الجحة على السنة وعلى القبلة إن شاء الله، ونخلي المجال للغالين الطيبين اللي اليوم الله أنهم استفادوا جدا جزاهم الله خير، ودنا نتعلم منك أبو صالح، شاكرين ومقدرين. بس ما جابوا لنا صحن ثاني، هاي تبع لها أربع صحون. لا سلامك سلام، أبى أتعلم من اليوم. يا سلام أبى أتعلم اليوم. زين أقوم يلا أجل استمروا، وأنا أذان صاغية والله يجزاكم خير. وأنا معي الوقت القبلة. وين القبلة معي يا أبو صالح؟ القبلة إن شاء الله اتجه. يلا يلا من الشرق من الجنوب إلى الشمال كلها قبلة. اللهم أنا منك وإليك، هذا للبعيد والقريب عين الكعبة. أهم شيء القبلة. يا أنا ما أكملت ترى قدام شيء، بس أعطيتكم المجال. يا سلام، بنجيك يا أبو سالم، شكلك ما شاء الله تبي تسوي رياضة عندنا هنا.